بناتي وأبنائي الأعزاء، أهلا بيكم في محاضرة جديدة من محاضرات الهيستولوجي. هنكمل مشوارنا سنة تانية في أول محاضرة في بلوك جي اي تي أو الجاسترونتستينال تراكت أو الديجستيف سيستم، ونتكلم النهاردة عن الجلانس. هنتكلم عن حاجتين. حاجة الأولانية هنتكلم عليها بعد ما يحصل لنا سلايفيشن من الفاكهة الجميلة دي، شايفين السلايفيشن اللي حصل، يبقى أكيد إحنا هنتكلم مع بعض عن إيه؟ عن السليفري جلانس. يبقى أول حاجة نتكلم عليها هي السليفري جلانس، وبعد السليفري جلانس هنتكلم عن البنكرياس. يبقى أنا هتكلم عن الثري مين سليفري جلانس، وبعد كده نتكلم عن البنكرياس. ده السكيدول بتاعنا. قبل ما نتكلم عن الفور تايبس اوف جلانس، عايزين ناخد فكره عن حكايه الكلاسيفيكيشن اوف جلانس، عشان لما نقراها في اي كتاب او تيجي لنا في اي امتحان، خاصه في الانترناشنال اكزام، يبقى عارفين يعني ايه كلاسيفيكيشن اوف ذا جلاند. لو قلنا ان دي الضغط، يبقى دي برضو الضغط. لما تكون الضغط بالشكل ده، مش باللون ده طبعا، نقول عليه ايه؟ نقول عليها سيمبل. لو كانت الضغط بتبقى ليها برانشز بالمنظر ده، نقول عليه على الجلاند ايه؟ كومباوند. يبقى الجلاند لو كان ليها ضغط واحده بالشكل ده، نوصف الجلاند بان هي سيمبل جلاند. لكن لو كانت الضغط بتاعتنا طالع لها فروع بالشكل ده، هنوصف الجلاند بان هي كومباوند جلاند. يبقى ده الفرق ما بين السيمبل وما بين الكومباوند. امال الباقي نقول عليه ايه؟ تعال كده نشوف السكريتوري بارت. هنا السكريتوري بارت بشكل انبوبه، فهتبقى نقول عليها تيوبولار جلاند. يبقى لما نيجي نوصف الجلاند نقول عليه ايه؟ سيمبل تيوبولار، لكن دي سيمبل اسينر. في المقابل دي كومباوند تيوبولار ودي كومباوند اسينر. امال دي ايه بقى؟ دي السكريتوري بارت بتاعنا، بيبقى جزء منه في صوره كوره والجزء الثاني في صوره انبوبه، فالاثنين مع بعض بنسميهم تيوبولو اسينر. طب دي سيمبل ولا كومباوند؟ كومباوند تيوبولو الفولار او كومباوند تيوبولو اسينر جلاندز. يبقى ده الكلاسيفيكيشن اوف ذا جلاندز. يبقى الكلاسيفيكيشن اوف ذا جلاندز حسب حاجتين. الحاجه الاولانيه شكل الدكت سيستم، الحاجه الثانيه شكل السكريتوري بارت. حسب الدكت الكوندكتنج بورشن عندنا فيه سيمبل وفيه كومباوند. حسب السكريتوري بورشن في عندنا تيوبولار وفيه السينار. نركبهم على بعض يبقى كل الانواع دي موجوده، لكن احيانا تبقى بالشكل ده برانش تيوبولار. ومعنى برانش تيوبولار هي سيمبل ولا كومباوند؟ لا سيمبل. ليه؟ علشان هي ضغط واحده، لكن طالع للضغط دي كام سكريتوري بارت؟ اتنين، فبقت برانش تيوبولار. يا ترى في برانش السينار؟ برافو عليك، ده سؤال حلو. اه فعلا في برانش السينار. طب في الكومباوند؟ في كومباوند زي الثلاثة اللي احنا وصفناهم دول بس، اللي هي compound tubular، compound acinar، compound tubulo acinar. دي الclassification of the glands عموما. تعالوا نتكلم بقى كده عن السليفري جلاند. ايه الفانكشن بتاع السليفري؟ هي ايه الفانكشن بتاعت السلايفة؟ طبعا هي بتعمل production للسلايفة. ايه اللي ليها؟ digestive function ولابريكيتنج function، وبتبقى فيها الاميونوجلوبولين اي، وبالتالي بيبقى لها immunological function. طبعا السلايفا مش السليفري جلاند، السلايفا بتعمل بتساعدني في عمليه التست سنسيشن، وبتفرز انتي انزيم اللي هي اللايزوزايم، انتي بكتيريال انزيمز. انواع السليفري جلاندز، في عندي المينور سليفري جلاندز وعندي الميجور سليفري جلاندز. يعني ايه مينور؟ يعني ايه ميجور؟ يعني صغيره وكبيره. مينور ما بعرفش اشوفها، بتقابلني بالصدفه وانا ببحث الميوكاس من برين، بس بيبقى عددها كبير جدا. اما الميجور فانا عندي ثلاثه سليفري جلاندز بيبقوا بيرد، يعني واحده يمين والثانيه شمال، بيرد وكومباوند تيوبولو الفولار جلاند. لكن لما ندخل في التفاصيل مش هنلاقيهم كلهم تيوبولو كومباوند تيوبولو الفولار جلاند. بيطلعوا منين زيهم زي المينور؟ بيطلعوا من الميوكاس، من اللايننج ايبيثيليا.
يبقى الجلانز بتطلع من اللايننج ايبيثيليوم. ايه الفرق بين المينور والميجور؟ دي صغيره ودي كبيره، دي كتيره دي قليله، دي موجوده في الميوكس في الميكوزا بتاعه الاورال كافيتي، دي ممكن تاخد مسافه بينها وبين الاورال كافيتي. المينور سليفري جلانز في منها ليبيال يعني موجوده في اللبس، في منها بكال يعني موجوده في بتبطن التشيك من جوه، في لينجوال يعني على اللسان، في بالاتاين يعني في السوفت باليت. الميجر سليفري جلانز في الباروتيد جلاند وفي السب مانديبولار جلاند وفي السب لينجوال جلاندز. لو بنتكلم عن الجنرال استراكشر بتاع الجلاند، يبقى انا بتكلم عن الجنرال استراكشر بتاعت الجلاندز كلها. نتكلم عن حاجتين، الحاجه الاولانيه الاستروما، الحاجه الثانيه البرانك. الاستروما متفقين ان نتكلم عن كبسول وترابيكولي وريتيكولار نتورك. يا ترى الكبسول دي ويل ديفلوبد ولا ايه ديفلوبد؟ الترابيكولي دي موجوده ولا مش موجوده؟ الريتيكولار نتورك لازم تكون موجوده. البرانكا نتكلم في الاكسوكراين جلانس عن جزئيتين، الجزئيه الاولانيه بنسميها اكسكريتوري بارت، سكريتوري بارت، والجزئيه الثانيه بسميها داكت سيستم او كونداكتنج بورشن. السكريتوري بارت حاجه من الاثنين في كل جي اي تي جلاندز، يا ترى هي بتفرز بروتين ووتر بروتين يعني ووتر ريتش ان بروتين، ولا بتفرز ميوكس؟ يعني عندي تو تايبز اوف سكريشنز، في ميوكس سكريشن وفي بروتين ريتش سكريشن. لو كانت بتفرز بروتين ريتش سكريشن بنسميها ايه؟ بنسميها سيرس اسيناي، يعني الكوره اللي انا شايفها دي بتفرز ووتري سكريشن ريتش ان بروتين، بتفرز ووتر سكريشن ريتش ان ايه؟ ان بروتين، بسميها سيرس اسيناي. لما اشوف السيرس اسيناس دي تحت اللايت مايكروسكوب بيبقى شكلها ايه؟ طبعا لازم يكون ليها بيزمنت ميمبرين، بتبقى اوفويد او راوند ان شيب، بيبقى فيها سيلز، هذه السيلز بيراميدال شيب سيلز، وبيبقى العدد بتاعها محدود، ممكن يكون 2 او 3 او 4. السيلز بتاعتي بيراميدال والنيوكليوس بتاعتي بتبقى راوند، ممكن تكون سنترال ممكن تكون بيزل شويه. الخلايا دي بتفرز بروتين، يبقى السيتوبلازم بتاعها اسيدوفيليك ولا بيزوفيليك؟ لا السيتوبلازم بتاعها يكون بيزوفيليك، خاصة البيزل بيزوفيليا. طب هي بتفرز بروتين، البروتين ده هيتجمع ولا هيتصرف على طول؟ لا ممكن يتجمع، عشان كده الاقي ايبيكال اسيدوفيليا، يبقى انا عندي بيزل راوند نيوكلس، بيزل بيزوفيليا وايبيكال اسيدوفيليا. كمان ممكن الاقي مايو ايبيثيليال سيلز، ودي هنعرفها بالتفصيل يعني ايه مايو ايبيثيليال سيلز حوالين هذه الاسينس، مش حوالين السيلز بقى، حوالين الاسينس على بعضها، وهنشوفها دلوقتي في الصوره. ادي المايو ايبيثيليال سيلز وهي حوالين الاسينس لما قفلناها. الخليه اللي بره دي، الخيوط اللي بره دي مايو ايبيثيليال سيلز، لكن دي لو اشوف السيرس اسينس باللايت مايكروسكوب، دي لو شفت السيرس اسنس بلاد. طب لو شفتها بالالكترون مايكروسكوب هلاقيها سيلز مش هلاقيها اسنس. السيلز بتاعتي بتبقى بروتين سينسيسايزنج سيل. يعني ايه بروتين سينسيسايزنج سيل؟ يعني فيري اكتف سيل، الاقي اباندنت راف اندوبلازمك ريتيكولم، جولجي ابريتس، سوبرا نيوكليير جولجي ابريتس زي ما قلنا، سكريتوري جرانيولز اللي سالنا عليها من شويه، اللي في جانكشن كومبلكس اللي هو زوني اوكلودنس، زوني الادهيرنس، وايه وجاب جانكشن. كل دي من خصائص الخليه اللي بتشتغل في البروتين سينسز. ادي النيوكليس بتاعتي بين نيوكليس برومننت نيوكليولس ابيكال سيكريشن ار اي ار وجولجي ابريتس، الاقي في المكان ده الجولجي ابريتس او مال الدنيا او الجولجي ابريتس، طبعا الاقي لارج نمبر اوف ميتوكوندري، لكن دي السكريتوري فيزيكال، ودي برضو نفسها طبعا دي واضح فيها بقى البيزل بيزوفيليا اللي هي عباره عن ار اي ار، دي في اللايت مايكروسكوب هتديني البيزل بيزوفيليا. على النقيض الاقي الميوكس اسنس برضو اللي هي نفس البيزمنت امبرين، لكن السيلز بتاعتي كوبويدال والسيتوبلازم بتاعي فومي، اصل هي بتفرز ميوكس والميوكس هيدوب مني اثناء تحضير الشريحه، علشان كده الاقي السيتوبلازم بتاعي بيزوفيليك وفومي ابيرنس. يبقى كوبويدال سيلز مع فلات بيزل نيوكليوي، بين بيزوفيليك سيتوبلازم مع الفومي ابيرنس.
لو اشوف الالكترو مايكروسكوب بتاعي الاقي جولجي اباريتس والاقي فيو ميتوكوندريا وي ار ار برضو، لان السكريشن بتاعتي طبيعته ايه؟ ميوكو بولي ساكرايد، يعني في بروتين وكربوهيدرات. دي اللي هي الميوكس اسنس، يبقى دي الميوكس اسنس، دي الميوكس اسنس اسنر سيلز اللي هي دي اللي هي مليانه ميوكس اسيناي، دي الميوكس اسنس سيل. تعالوا نفرق ما بين السيرس اسنس والميوكس اسنس، مين فيهم اكبر؟ لو خدناهم في نفس السكشن طبعا الميوكس اسنس الديامتر بتاعها ده الديامتر، الديامتر هنا اصغر من الديامتر هنا، يبقى الديامتر هنا اصغر من الديامتر، لكن اليومن هنا اكبر من اليومن هنا، يبقى الميوكس اسنس اكبر في اكبر في الديامتر واكبر في الايه؟ في اليومن. حاجه تانية، السيلز هنا بيراميدال لكن السيلز هنا كوبويدال، يعني لو كوبويدال سيلز بالشكل ده. الحاجه الثالثه، هلاقي النيوكلياي هنا مالها؟ سنترال وراوندد، او ممكن بيزل وراوندد، لكن هنا بتبقى بيزل، بيزل وايه؟ وفلات، يبقى هنا بيزل وفلات او اوفال نيوكلياي. في حاجه رابعه، هنا الاقي ريتش انزيموجين جرانيولز اللي هي طبيعه السكريشن اللي هي سيرس يعني بروتين، اللي ممكن الاقي هنا زيموجين جرانيولز، لكن هنا هلاقي السيتوبلازم بتاعي فومي سيتوبلازم. ليه؟ علشان بيدوب اثناء تحضير الشريحه. احيانا بقى التو تايبس اوف جلاندز يركبوا على بعض، لما يركبوا على بعض اسميهم سيرو ميوكس اسيناي. تركب السيرس اسنس فوق الميوكس اسنس، ادي الميوكس اسنس، والثانيه مين اللي ركبت فوقيها؟ دي السيرس اسنس، بس ما بتبقاش كومبليت سيرس اسنس، بتبقى انكومبليت، عامله زي الهلال ده كده، فبنسميها سيرس ديميليون، ديميليون يعني الشكل ده. او كريسنت اوف جايانوزي، يبقى نسميها كده او نسميها كده. لو كنا بنتكلم عن السيرس اسنس وهي فوق وهي راكبه على الميوكس اسنس، يبقى السيرس اسنس لو ركبت على الميوكس اسنس بنسميها سيرو ميوكس اسنس. طب هل الجلانس بتاعتي فيها سيرس اسيناي وميوكس اسيناي ولا فيها سيرو ميوكس اسيناي؟ ده اللي هنعرفه في بقيه المحاضره. يبقى السيرو ميوكس اسيناي فيها الاثنين مع بعض، وطبعا اللايت مايكروسكوب بتاع دي هو نفس اللايت مايكروسكوب بتاع السيرس سيلز، واللايت مايكروسكوب واللايت والالكترو مايكروسكوب بتاع الميوكس سيلز دي هو نفس اللايت مايكروسكوب بتاع السيرس. بس عايز اقول لكم حاجه، ان دي احد الاكاذيب العلميه اهو. بيقول هنا ايه بقى؟ بيقول هنا خلي بالك ان حكايه انك انت تشوف الميوكا ان السيرس سيلز فوق الميوكس سيلز دي ونسميها سيرس ديميليون، دي اكذوبه، لان لو حضرنا الشريحه كويس هتبان بالمنظر ده، هلاقي السيرس سيلز والميوكس سيلز موجودين على نفس البيزمنت تمبرين وعلى نفس الليفل. وعلشان كده بيقول ايه؟ ان هي ارتيفاكت في تحضير الشريحه بالطريقه التراديشن، لكن ما زالت الطريقه التراديشن اللي هي اللي موجوده، وبالتالي ما يزال التعريف بتاعنا موجود اللي هو ديميليون او كريسنت اوف جاينوزي. المايو ابيثيريال سيلز دي عباره عن خليه بتلف حوالين الاسنس. لو قلنا ان دي كده الاسنس، يبقى دي ايه؟ ايدي دي عباره ايدي دي كف ايدي بالصوابع بتاعتي عباره عن مايو ابيثيريال سيلز، ليها برانشز بالشكل ده بتلف حوالين الاسنس مش حوالين السيلز. وبعدين لما احب اعمل سكريشن اقوم ضاغط على الاسنس، يقوم السكريشنز بتاعتي طالعة بالشكل ده. يبقى هي هايلي برانشد سبيندل شيبد شيلز موجودة تحت البيزمنت تمبرين، السيتوبلازم بتاعها فيه اكتين ومايوسين لان هي عبارة عن مايو ابيثيليال سيلز. فاكرين النيورو ابيثيليال سيلز اللي كنا بنتكلم عنها في التست بات؟ اهي دي برضه خلية من الابيثيليال بتشتغل شغلانة مش شغلانة. الأولانية كانت بتشتغل في السنسيشن، طب ودي هتشتغل في الكونتراكشن. علشان كده بنسميها مايو ابيثيليال سيلز او باسكت سيلز. اهي باينه هنا؟ لا مش باينه هنا. طيب يبقى احنا كده خلصنا السكريتري بورشن. طب تيجي نتكلم عن الكونداكتنج بورشن او الداكت سيستم. الداكت سيستم بنقسمه حسب اللوكيشن الى ده، قلنا ان دي اسنس، الاسنس دي لازم يكون ليها داكت بالشكل ده. الداكت دي هنسميها ايه؟ هنسميها انتركاليتد. لما تكون اسنس مع اسنس مع اسنس هيدوني
ضغط اكبر شويه هنسميها استرييتد ضغط او انترا لوبيولار ضغط، لان دول بداوا يعملوا لوبيول، بس الضغط دي جوه اللوبيول، لوبيول مع لوبيول مع لوبيول، الاقي بينهم ضغط اسميها انتر لوبيولار ضغط، يعني ما بين اللوبيولز، واسمي وايه النوع الرابع. النوع الرابع اللي هو الانتر لوبر ضغط، لما لوب لوبيول مع لوبيول مع لوبيول يعملوا لوبس، الاقي في بين اللوبس ضغط بسميها الانتر لوبر ضغط. انتر لوبر لوب مع لوب مع لوب، يخلص القصه كلها في المين ضغط. يبقى دي الضغط سيستم اللي ممكن اشوفه في السليبر جلاند وفي برضه في البنكرياس. الانتركاليت الضغط اللي بتبقى سمول ضغط طالع على طول من الاسيناي وبتبقى لايند باي كوبويدال ايبيثيليوم. الانترا لوبيولار داكت برضه لايند باي كوبويدال ايبيثيليوم، او ممكن يبقى كولامنر ايبيثيليوم، لكن السيلز بتاعتها تشوز استرييشن، يعني بلاقي فيها بيزل استرييشن. ومعنى اني اتكلم عن بيزل استريشنز يبقى انا بتكلم عن بيزل انفولدنج، وبيزل انفولدنج معناه وجود ميتوكوندري، وجود ميتوكوندري مع بيزل انفولدنج معناه ان في هنا سكريشن ل البايكربونيت، ده معنى الكلام كله. يبقى عشان كده بتقول لي ان هي ليها سكريتوري فانكشن وفي ترانسبورت اكتف ترانسبورت ميكانيزم، دي اللي هي الايه استرييتد داكت. الانتر لوبيولار داكت دي ما بين دي الانتر لوبيولار يعني ما بين اللوبيولز، وبتبقى متبطنه بايه بكولامنر سيلز. الانتر لوبر يبقى ما بين اللوبس ولايند باي سودو ستراتيفايد كولامنر ايبيثيليوم، لو كنت بتكلم عن السليبري جلاندز. لو كنت بتكلم عن البنكرياس الوضع يختلف شويه. المين داكت بتفتح في الاورال كافيتي بالنسبه للسليبري جلاندز، وبتبقى لايند باي في النهايه بستراتيفايد سكويماس ايبيثيليوم. تيجي نتكلم عنهم بالتفصيل. الباروتيد جلاند، الباروتيد جلاند دول طبعا اثنين، واحده يمين وواحده شمال، دي اللي هي دي اللي بنسميها الباروتيد جلاند، بتتميز بان هي بيورلي سيرس. خلاص ما عادش محتاج اتكلم بقى عن السيرس اسنس، اتكلمنا عليها بالتفصيل. بتفرز حوالي من 20 ل 30% من الصلايبه بتاعتي، يبقى دي عباره عن اسيناي موجوده في الباروتيد جلاند. سيرس ولا ميوكس؟ سيرس اسيناي. الكبسول بتاعتي موجود فيها مجموعه كبيره من الليمفوسايت والبلازما سيل اللي بتفرز لي الاميونوجلوبولين ايه، وده طبعا مهم جدا في الانت اميونيتي. يبقى خلاص اتكلمنا على البرانكما سكريتوري وكوندكتنج. سكريتوري عباره عن اسينر جلاند، برانشد اسينر جلاند، بي اس بوزيتيف يعني البروتين بتاعه بيبقى فيه كربوهيدرات ان نيتشر. الدكت سيستم بتاعي ويل ديفلوبد، بقى كل السيستم هلاقيه موجود، ده اللي هي الجلاند اللي سميناها الباروتيد جلاند. طبعا دي عشان الاسبي دي اي دي، ده سيرس اسينس، مش بقى عليه باروتيد ولا مش باروتيد، لكن ده سيرس اسينس. لكن علشان انا جايب الشريحه في الباروتيد يبقى السيرس اسينس بتاعه الباروتيد. بارو دي السيرس اسينس قد ايه؟ الابيكال اسيدوفيليا، النيوكلياي بتاعتي بيزل وراوندد، والبيزل بيزوفيليا اهي باينه ايه المكان اللي مفيش فيه نوكلياي الاقي فيه بيزل بيزوفيليا، يبقى كل ده بيعضد ان ده سيرس اسينس. امال ده ايه؟ عمره ما اقول عليه اسينس لان ده مش شبه ده، امال ده ضغط، انهي نوع من انواع الضغط؟ لاحظ كده ان في استريشن ولا ما انتش شايف الاستريشن؟ افتكر الاستريشن زي هنا واضحه، يبقى طبعا يبقى ده الاستريت الضغط او الانتر لوبيولار الانترا لوبيولار ضغط. يبقى ده الاسترييتد ضغط او الانترا لوبيولار ضغط. كده خلصنا البروتيد، نروح الساب مانديبولار، دي الساب مانديبولار جلاند، ودي ميكسد جلاند يعني بتفرز سيروس فلويد وميوكس فلويد او سيرو ميوكس سكريشن. الاسيناي بتاعتها اكتر السيروس ولا الميوكس؟ لا السيروس، دي بتفرز 60 ل 70% من التوتال سلايبا و 90% من السكريشن بتاعها سيرس سكريشن. الاستروما زي الاستروما. البارانكيما كومباوند تيوبولو الفولار جلاند 90% من السكريشن بتاعها سيرس سكريشن، فيها بقى اللي احنا قلنا عليه اللي هو الديميليونز اللي هي عباره عن جزء سيرس راكب فوق جزء ميوكس.
يبقى ده سيكشن في ايه؟ في الساب مانديبولار جلان. هنلاقي فيها ايه؟ هنلاقي فيها الميوكس، هنلاقي فيها السيرس، وراكب فوقيه الميوكس. الساب لينجوال جلان دي ميكسد جلاند، ودي اصغر واحده فيهم وبتدي 5% من التوتال سلايف. الاستروما هي الاستروما، والبرانكما برضه هو نفس البرانكما، لكن هنا الميوكس اكتر من السيرس. لكن في الاخر كل الميوكس اسيناي، لو ما كانتش بيور اسيناي هتبقى ايه؟ هتبقى كريسنت اوف جاينوزي او ديميليونز، زي ما احنا متفقين قبل كده. بتتميز بايه كمان؟ ان ما فيش مين ضغط. يعني ايه ما فيش مين ضغط؟ يعني السابلينج والجلاند دي كل جلاند صغيره بتفتح، او كل اللوبيول بيفتح لوحده في الاورال كافيتي الضغط لوحده. يبقى الاقي ضغط ضغطس كتيره قوي فاتحه في تحت الطنج، بسميها السابلينجوال ضغطس اوف سابلينجوال جلاس. او ممكن يتجمعوا ويروحوا يفتحوا في فتحه مشتركه مع السب مانديبولار جلاند. اهي دي مين؟ دي السابلينجوال جلاند. شايف ان قد ايه هي ميوكس؟ عمر ما اشوف فيها سيرس اسرس، او نادر ان اشوف فيها سيرس اسرس. امال دي ايه؟ ده برضه الاسترياتد داكت اللي موجوده فين؟ اللي موجوده في السابلينجوال جلاند. طبعا دي كريسنت اوف جاينوزي، اهو الاقي فيه سيرس اسرس فوق الميوكس اسرس. البنكرياس ده طبعا حكايه تانية خالص. البنكرياس من ناحيه الفانكشن ومن ناحيه الاناتومي والكلام ده كله حكايه تانية. طبعا في اندوكراين واكسوكراين بورشن. احنا النهارده مهتمين بالاكسوكراين بورشن اللي بيفرز الانزيمز اللي بتبقى ستورد جوه الخليه وتطلع بالستيمولاي علشان توصل للديودن. طبعا الاستروما نفس الاستروما اللي احنا حافظينها خلاص. البرانكما ده عباره عن كومباوند تيوبولو البولار او تيوبولو اسينار سيرس، بيورلي سيرس جلاند، شبه الباروتيد بالظبط في كل حاجه ما عدا حاجات بسيطه خالص. بيراميدال سيلز عارفينها، بيزال بيزوفيليا عارفينها، بيزال نيوكلياي، ايبيكال اسيدوفيليا عارفينها. ليه؟ عشان وجود الزايموجين جرانيولز اللي عباره عن انزيم سكريتد بالسيلز وبتتخزن جوه الخليه. الالترا ستراكشر بتاع بالاي ام بشوف ايه؟ بشوف بروتين سكريتنج سيل في جانكشن كومبلكس علشان امنع هذه الانزيمز بعد ما افرزها بالخليه ان هي ترجع تاني تدخل ما بين الخلايا. يبقى لازم الاقي هنا جانكشن ايه كومبلكس مهم جدا في البنكرياس. الدكت سيستم في حاجتين مهمين في الدكت سيستم، لما تحفظهم مع السكيم اللي احنا قلناها في الاول يبقى احنا خلصنا الدكت سيستم بتاعت البنكرياس. حاجة الاولانية في حاجة اسمها سنترو اسينر او سنترو اسينوز سيلز، وده عبارة عن ايه يعني؟ ولا اي حاجة، عبارة عن الانتر لو قلنا ان دي الدكت سيستم لو عند الدكت سيستم يبقى هي جوه الالفلس بالشكل ده. دي الدكت سيستم اهي، هتبقى جوه الالبولاس بالشكل ده. فلما اخد سيكشن في الالبولاس دي هيبان الدكت سيستم دي جوه الالبولاس، اسميها سنترو اسينوز سيلز. بتبقى جوه انترا اسينر، يبقى انترا اسينر بورشن اوف ذا اي اوف ذا انتركليتد دكت. يبقى انا عندي هنا بتتميز الانتركليتد دكت بان هي بتدخل جوه الاسينس، بتدخل جوه الاسنس. فلما تدخل جوه الاسنس تبان جوه الاسنس وكان هي سيلز جديده، اسميها سنترو اسينوز سيلز. والباقي كله مظبوط، لكن ما لاقيش ابدا انترلوبر داكتس. ما لاقيش انترلوبر ايه داكتس. ليه ما لاقيش انترلوبر داكتس؟ علشان لما ارجع للاستروما بتاعتي الاقي السته بتاعتي فيري ثين. الفانكشن اوف اكسوكراين بورشن خلاص احنا عارفين ان هو بيفرز الكالاين ووتر سيكريشن، وده بينيترلايز الاسيديتي اللي جايه من الاستومك. حاجه ثانيه طبعا، الحاجه الثانيه بيفرز انزيمز، واحنا عارفين ان مجموعه الانزيمز اللي بتتفرز من البنكرياس كفيله بان هي تقوم بالفانكشن كامله بتاعه الجاسترونستينال تراكت من ناحيه الفانكشن. شايفين الاسيناي بتاعه البنكرياس قد ايه هي اسيدوفيليك نتيجه الزايموجين جرانيولز، ولو بصيت الاقي النيوكليات بتاعتي بيزل والاقي فيه هنا بيزوفيليك الاقي بيزل بيزوفيليا. امال دي ايه؟ ده جزء الاندوكراين اللي مش علينا في المحاضره دي.
يبقى دي لو كبرنا الصوره بتاعتنا، ادي البيزا بيزوفيليا، وادي النيوكلياي بتاعت فيري اكتيف نيوكلياي، وادي الزيم والجرانيولز ماليه الخلايا بتاعت الاسينوي. نفس الكلام، ودي الدكت سيستم اللي موجود فين؟ في البنكرياس. لو هنلخص الموضوع هنلخص ثلاث حاجات: الاسيناي والدكت سيستم والجلانس. افتكر لو احنا عملنا تيبل للثلاثه دول يبقى احنا جمعنا المحاضره كلها. الفرق ما بين السيرس اسنس والميوكاس اسنس، هنتكلم عن الديامتر، هنتكلم عن السيلز، هنتكلم عن النيوكليس. اللايت الالكترو مايكروسكوب، الزايموجين جرانيولز موجوده هنا لكن هنا الميوسينوجين. دي بتفرز سيرس فلويد، بتفرز ميوكاس، دي موجود فيها باسكت سيل، دي برضه حواليها اكتر باسكت سيل اللي هي المايو ابيثيريال سيلز. خلاص كده فرقنا بين الاثنين. لو هنتكلم عن الدكت سيستم، عندنا الانتركليت اللي تكبر شويه تبقى انترا لوبولر، تكبر شويه تبقى انتر لوبولر، تكبر شويه تبقى انتر لوبر، وبعدين يتجمعوا علشان يعملوا لي المين دكت. يهمني اعرف حاجتين، معلومتين اتنين، موجوده فين واللايننج ابيثيريال. اللايننج ابيثيريال طبعا موجوده فين، ده من الاسم. انتركليتد ده اول حاجه، انترا لوبيولار يعني جوه اللوبيول، انتر لوبيولار يعني ما بين اللوبيول، انتر لوبر يعني ما بين اللوبس. المين دكت عارفين دي بالنسبه للسايد. بالنسبه لللايننج ابيثيريوم هلاحظ ان هو بيبدا بكوبويدال وينتهي ب استراتيفاي، يبقى كوبويدال كوبويدال كولامنر، يحصل زحمه شويه يبقى سولو استراتيفايد او ممكن كولامنر، وبعد كده ممكن يبقى استراتيفايد وينتهي برضه بالاستراتيفايد نير ذا اوبننج. لو هتكلم لو هقارن الاربعه جلاندز ببعض هتبقى مساله مش صعبه قوي، لكن يعني ممكن الكلاسيفيكيشن بتاع الجلاند دي: كومباوند تيوبيو اسنر، كومباوند تيوبيو اسنر، برانش تيوبيو اسنر، كومباوند تيوبيو اسنر، يعني كلهم كومباوند تيوبيو اسنر ما عدا السب لينجوال جلاند. الفانكشن دي بتديني 20 30% من الصلايبة، 60 ل 70% دي بتديني 5%، لكن البنكرياس حكاية تانية خالص. الكبسول بتاعتهم كلهم ويل ديفلوبد، السبلينجوال والبنكرياس بتبقى ال ديفلوبد، دي الكبسول. السبتة بتبقى ثيك لكن في البنكرياس بتبقى ثين. السكريشن بيورلي سيرس، بيورلي سيرس هنا ميكسد وهنا ميكسد. الاسيناي هنا 100% من الاسيناي بتبقى سيرس، هنا 90% من الاسيناي بتبقى سيرس، وبعد كده عندي ليميتد نمبر من الدميليونز، لكن هنا الميوكس اكتر وعندي 40% بيشكلها الكريسنت اوف داينوس. لكن على اي حال عمري ما اشوف في السبلينجوال سيرس اسيناي، في البنكرياس 100% بتبقى الاسيناي بتاعتي سيرس. السيلز بي اي اس بوزيتيف، بي اي اس بوزيتيف هنا ابيكال اسيدوفيليا او ماركت ابيكال اسيدوفيليا، لان عندي هنا برضو اسيدوفيليا لكن هنا ماركت ابيكال اسيدوفيليا عشان الزايموج جرانيولز بتتجمع، ولازم اتكلم هنا عن الجانكشنال كومبلكس بالرغم ان هو موجود في كل الجلاندز دي لكن هنا بيبقى بروميننت ومهم. السنترو اسينوس سيلز ما اشوفهاش غير في البنكرياس اللي هي جزء من الانتركليت الضغط يدخل جوه الاسينس. الانترلوبر داكت ما شوفهاش في البنكرياس. المين داكت ده طبعا اناتومي لكن هنا لايند باي استراتيفايد سكوماس ابسيليم علشان هي بتفتح في البكال كافيتي، والبكال كافيتي لايند بايه؟ باستراتيفايد سكوماس ابيثيليوم، لكن دي بتفتح فين؟ في الديودنم. طب الديودنم لايند بايه؟ بسيمبل كولامنر ابيثيليوم، فلاقي المين داكت هنا كفرد باي سيمبل كولامنر ابيثيليوم ومعاها جوبلت سيلز، وكمان ممكن الاقي فيو انتيرو اندوكراين سيلز يعني بتفرز هرمونز، ودي طبعا حاجه هتاخدها في الفيسيولوجي. في الاخر انا بقول لكم شكرا جدا جدا، وان شاء الله نتقابل مره ثانيه في محاضره. وعلى فكره انتوا يا سنه ثالثه بالذات، انتوا يا سنه ثانيه بالذات ببقى مستني رايكم في المحاضره، فمش هنبخل ان هنقول راينا خاصه لو حاجه سلبيه علشان المره الجايه او في المديول اللي جاي نحاول نتفاداها باذن الله. واخيرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.